الرحمن الرحيم. الأسبوع الثالث على التوالي قام طيران النظام بإلقاء البراميل على المصلى، على الجامع، على الجوامع، المساجد، وقت صلاة الجمعة. وكان هلا أسبوع هاد عنا 10 جرحى و2 من الشهداء. وقت صلاة الجمعة ألقى برميلين متفجرين ولم يستطيع إصابة الجامع، لكن صاب البيوت المدنيين اللي عزل حوالي المسجد. وقام فريق الدفاع المدني بإزالة الجرحى وإزالة الأنقاض من الطرقات، ورفع الأنقاض عن الشهداء من تحت الأنقاض، واستخرجنا شهيدين من تحت الأنقاض. وقام فريق الدفاع المدني بإزالة الأنقاض من الطرق وفتح الطرق. وعلى الأغلب هذا طيران النظام يتم استهداف الجوامع لمنع الصلاة أو الإسخان في عدد القتلى بوقت الصلاة، وقت صلاة الجمعة. يعني واحد عم يصلي الجمعة وطيران النظام بيجي بيلقي فوقه براميل. العدد الأكبر هو بيكون في الجوامع وقت صلاة الجمعة كي يسخن في القتل أكثر عدد ممكن.